نرجع تاني مع بعض ونروح لأخبارنا في كرة كل يوم. خلاص بشكل رسمي مباراة الأهلي والمحلة إن شاء الله هتكون في استاد الماكس في اسكندرية، وكانت المباراة دي مفروض تتلعب على ملعب المحلة، ولكن مديرية أمن الغربية رفضت إقامة المباراة. يعني دي مباراة الدور الأول وكانت على ملعب استاد القاهرة، وطبعا كده مش هيبقى فيه تكافؤ فرص يعني بصراحة، ولكن الظروف الأمنية دي الحاجة اللي احنا ما بنقدرش نتكلم فيها. أدام مديرية أمن الغربية شايفة إن المباراة صعب تقام على استاد المحلة، ما حدش يقدر يتكلم. ولكن في الكورة فنيات عدم تكافؤ فرص، مش بتكلم على المحلة بس، أنا بتكلم على الفرق اللي هي بتتنافس مع النادي الأهلي زي الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولين، زي الفرق اللي بتتنافس مع نادي المحلة. يعني الفرق طبعا اللي هي حوالين المحلة هتبقى فرحانة إن المحلة هيلعب خارج ملعبه في الماكس، يعني المحلة هو اللي مضرور مش الأهلي، بالعكس الأهلي في صالحه إن هو يلعب في استاد الماكس ما يلعبش في استاد المحلة. كابتن علاء عبد الصادق عمل جلسة مع محمد ناجي جده وطالبه بعدم التفكير في الرحيل والتركيز مع النادي الأهلي، وإحنا كنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت على موضوع جده إن هو نفسيا كان بيلعب في الدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم، كرة هناك طبعا مختلفة الأضواء، فرقة كبيرة كان نادي هال سيتي، فطبيعي إن هو هيحصل له دروب نفسي شوية هنا في مصر، ولكن لازم برضو يرجع نفسه ويركز مع النادي الأهلي عشان يرجع جده اللي احنا عارفينه، جده اللي هيفيد النادي الأهلي ومنتخب مصر إن شاء الله في الفترة القادمة. طيب نروح للكابتن أشرف قاسم المدير الفني لنادي غزل المحلة. كابتن أشرف ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه يا كابتن؟ الحمد لله تمام. أنا لابس لبني هو زي المحلة. احنا عايزين نكسب مش عايزين نلبس لبن، نلبس اي لون بس نكسب. يعني هارد لك امبارح طبعا، بس انا ما كنتش متوقع النتيجه تكبر شويه كده. يعني ثلاثة قلت نتيجه كبيره شويه. لو حضرتك خدت بالك الثلاث مباريات للثلاث فرق اللي هم الثلاث من التاسع لل 11 دخل فيهم اهداف، يعني دخل فيهم عدد اهداف. وده يمكن بيدل ان الضغوط العصبيه الضغوط العصبيه غير كده كمان، يعني ما يعني معظم الثلاث او ثلاث فرق كانوا بيحاولوا ان هم يكسبوا المباريات بتاعتهم، فبيلعبوا بطريقه يعني مفتوحه شويه. لو فعلا انا يمكن وانا دي يمكن احنا غلطنا كمان ان احنا ايه لعبنا بشكل في جيم مفتوح شويه. لكن لو حضرتك شفت المباراه ما اعرفش يعني انا بصراحه كانت في نفس الوقت بتاعت المباراه اللي هي كانت المقاولين والانتاج الحربي، فما كناش شايفينها على الهوا يعني، بس كنا بنتفرج على الاهداف. الهدف لو حضرتك شفت في الشوط الاولاني جه في الدقيقه في الوقت بدل الضائع، الوقت بدل الضائع، واحنا كنا متسيدين المباراه 43 دقيقه 43 دقيقه احنا بنلعب، هم لعبوا على الهجمات المرتده وهم ده طبعا صح اللي بيلعبوه، هم كانوا عايزين من المباراه نقطه. لو انت شايف طبعا اللقطه اللي قدامك احنا كنا مهاجمين، فكان في الارتداد كان بطيء شويه، فهم قدروا يستغلوا النقطه دي، وده اللي انا كنت بلعب فيه المباريات كلها اللي انا تعادلت فيها. ايوه اللي كانت الناس بتلوم ان احنا بنلعب بشكل دفاعي ليه، لا يعني برضه احنا لازم كنا يعني الواحد لازم يعرف قدرات اللعيبه امكانياتك بالظبط صح، والعب على الامكانيات بتاعتي برضه، دي برضه خطا الواحد وقع فيه ويمكن احنا كلنا يعني اعترفنا بيها، حتى احنا يعني كجهاز ولاعبين وبتاع ان احنا كنا لازم نستمر بنفس الوضع. يعني بص دي هجمه مرتده وصلوا بشكل سريع جدا، هم طبعا كانوا موفقين جدا امبارح الجونة بامانه. شريف اشرف من اللاعبين يعني المميزين، احرز هدف اللقاء الثالث من هدف رائع جدا مميز جدا، هم كانوا موفقين واجادوا في اللقاء واستفادوا من اخطائنا اكيد. طيب كابتن اشرف يعني عايز اخش معاك في موضوع المحله والاهلي. المفروض هتلعب على ارضك انت الاسبوع اللي جاي يوم الاحد، وبعدين مديريه امن الغربيه رفضت اقامه المباراه لظروف امنيه. وتم نقل المباراه لاستاد الماكس. طبعا احنا انت عارف في الكوره ده يتسمى عدم تكافؤ فرص، ولكن احنا في مصر الفتره الاخيره لما الامن بيرفض ما بنقدرش نتكلم، يعني ما بنقدرش نعلق. يعني لما بيكون حاجه امنيه بالظبط، فلما بيكون الامن في حاجه ما خلاص يعني اكن الموضوع ما تمش. لكن عايز اعرف رايك انت برضو يعني لما تلعب مع الاهلي الفرقه الكبيره اللي بتنافس بطل الدوري السنين اللي فاتت على ملعبك، ولما تلعب يعني زي ما هيحصل يوم الاحد هتلعب خارج ملعبك، ايه الاثر السلبي والايجابي على اشرف قاسم وفرقته فرقه المحل؟ لا هو طبعا هو الاثر الايجابي هيبقى اقل بكتير جدا من
من الاثر السلبي. يعني طبعا دلوقتي ما فيش موضوع تكافؤ الفرص، وده يمكن معظم الفرق اللي هي بتحاول ان هي تقول ما بقاش فيه هبوط، لان ما فيش تكافؤ فرص في المباريات اللي بلعبها، وخصوصا لما بلعب في مباراه تبقى حاسمه زي ديت. بيبقى انت على قد ما بامكانياتك وعلى قد تطلعاتك ان انت عايز تلعب في ملعبك، يعني بتاخد الفرصه دي طبعا بتفرق معاك كتير جدا. ولكن طبعا للظروف اللي احنا فيها احنا ما بنقولش لا، ولكن لو في امكانيه ان احنا نلعب في ملعبنا طبعا ده بيبقى افضل بكتير. لكن زي ما حضرتك قلت ما عملتش بفضل. اتصالات بمديريه الامن في الغربيه وحاولت تقنعوهم ان المباراه تتلعب في المحله؟ الدكتور عبد الفتاح الزغبي رئيس مجلس اداره الشركه والنادي يعني خاطب الجهات الامنيه، لكن هم رفضوا تامين المباراه. طبعا كمان دي بتسبب مشكله كمان للجماهير، الجماهير بتبقى نفسها ان تعرف ان فرقتها جوه بتلعب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي موجود في المحله. ولكن طبعا ما دام الموضوع وصل للنواحي الامنيه ما حدش بيقدر يتكلم. احنا زي ما احنا قلنا ده موسم استثنائي، عايزين الموسم يعدي بالكامل بالظروف اللي احنا فيها. فالكل بيحاول ان يبقى فيه نوع من التنازلات شويه في الوضع الامني اللي احنا موجودين فيه في البلد. لكن انا عاوز ارجع لك وطبعا احنا خلاص انا عارف المباراه في استاد الحرس، حرس الحدود في استاد الماكس، وبراحة ان شاء الله هتقام في الساعه 4. فخلاص احنا يعني الموضوع يعني شبه منتهي. تمام. احنا موجودين من بكره في اسكندريه ان شاء الله. هنستعد متهيألي بقى النادي الاهلي مش هيكون رجع، فهم ايه يعني هم ظبطوا مش هيرجعوا النادي الاهلي مصر، يعني هو قالوا له خليك واحنا هنجيب لك فرقه المحله لغايه عندك تلعبها. يعني متهيألي هو ده اللي مستحيل يكون النادي الاهلي رجع مع لا رجع ما اعرفش بقى رجع او لا رجع. بس هم احنا رايحين لهم عشان نلعبهم المباراه بتاعتنا في الملعب اللي كانوا بيلعبوا او في المكان اللي كانوا بيلعبوا فيه المباراه الاخيره. وطبعا لكل الفرق كل النيات ان هم ربنا يوفق الجميع وربنا طبعا بيدي اللي بيتعب. انا عاوز بس اوصل حاجه للناس، احنا طبعا النادي المحله في ظروف صعبه جدا. الامور بالنسبه لي انا شخصيا طبعا عندي بعض التحفظات لكن ما ينفعش اتكلم فيها دلوقتي. ايوه يعني صعبه جدا الواحد يتكلم فيها. طبعا في مشكله كبيره حصلت الفتره اللي فاتت دي يا كابتن كريم. على ما اعتقد يمكن اذت يعني في فرقه معينه اتاذت منها. وهي الكلام في الهبوط وعدم الهبوط. يعني اذا هو طبعا كان في اثر سلبي بشكل رهيب جدا على الفرق اللي هي في المؤخره، ان دلوقتي الامور بقت اهدى بالنسبه للعيبه، حتى الموضوع مش صح او مش حقيقي بس الامور بقت اهدى جدا بالنسبه للعيبه كلها، حسوا ان الموضوع بقى خلاص ما فيش هبوط، بقى في نوع من الاسترخاء الغير محسوس، يعني حاجه رد فعل طبيعي من جوه اللاعبين. أيوة. ومش بقول على فرقتي بس، لا معظم الفرق بقى ايه يعني لا ده مفيش مشكله يا كابتن، انتوا لازم كمديرين فنيين لا في هبوط وهتلعب وهتركز. بالظبط اللغط الكلام الكتير انت عارف الفرق كلها هتحاول بقى اللي هينزل هيقول لك لا انا مش عايز انزل، هتلاقي لغط، لكن اهم حاجه انتوا كمديرين فنيين يا كابتن اشرف تخرجوا اللعيبه من القصه دي وتلعبوا على 90 دقيقه عشان ما هو انا بقول لك في هبوط، يعني هي لو ما فيش هبوط يبقى اتحاد الكوره بيهرج، يعني ما يزعلوش مني هيبقى نواحي انتخابيه بقى وقصه يعني مش ظريفه. هو لو انا قلت لك ان الهبوط ده يعني المفروض يبقى فيه هبوط او ما فيش هبوط، يبقى انا دلوقتي ممكن اكون هتكلم بشكل مختلف بالتوقيت اللي انا فيه. يعني انا دلوقتي مش قادر اقول لك لازم يكون ما فيش هبوط، هتقول اللي انت بتقول ما فيش هبوط علشان انت فرقتك ممكن معرضه للهبوط. ولو قلت لك ان لا ما فيش حاجه اسمها ما فيش هبوط، لا لازم يكون في هبوط، ان في ناس كتير جدا ممكن تزعل مني، لكن هو الصح ما دام في قرارات اتعملت من اول الموسم لازم تطبق. بالظبط. ولكن في امور بتستجد بقى في المواقف اللي بتحصل. يعني زي المباراه بتاعتي مع النادي الاهلي، انا دلوقتي هلعب فين؟ المباراه دي بتاعتي انا مباراه غزل المحله، لكن انا هلعب لا ما احنا بص يا كابتن كلامك صح، وفي فرق كتير اتظلمت وفرق لعبت خارج ملاعبها ما لعبتش ماتش على ملعبها زي المنيا وزي التليفونات وزي مصر المقاصه، ولكن احنا اتفقنا من الاول ان في ظروف استثنائيه ودي الظروف اللي احنا هنمر بيها. ما هي دي النقطه يا كابتن كريم، معلش دي النقطه اللي الفرق كلها معظمها تتكلم فيها. ان في ظروف استثنائيه، فليه انت بتستثنيني دلوقتي؟ مش عايز تستثنيني دلوقتي للفرق اللي ممكن تهبط، وانت استثنيت طبعا فريق الاتحاد السكندري في السنتين اللي فاتوا، وفي بعض الفرق المقاولين، وفي بعض الفرق اللي كانت معرضه طبعا لما لغى الهبوط في المواسم بالظبط كده، فالناس دلوقتي تقول لك طب انت ليه عملت قبل كده ودلوقتي مش عايز تعمل؟
ان شاء الله. بس انا مش عاوز بالظبط خلينا ما نتكلمش. انا ان شاء الله باذن الله انا ليا يعني كان فاضي كان انا كنت ان شاء الله وعده اللقاء بعد مباراه الاهلي باذن الله. تشرفنا كابتن اشرف. اكون موجود معاك ونتكلم باستفاضه اكتر. تشرفنا كابتن اشرف. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اشرف قاسم المدير الفني لنادي المحله. واروح لمطار القاهره معايا يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك ولاعب منتخب الشباب اللي مسافرين دلوقتي رايحين على السودان عشان مباراه منتخب مصر ان شاء الله للناشئين يوم الاحد الجاي امام السودان. ازيك يا يوسف؟ يا كابتن. ازيك يا كريم؟ اخبارك ايه يا نجم؟ الحمد لله تمام كله تمام. شد حيلكم بقى مع المنتخب باذن الله. الماتش اللي جاي ده مهم ماتش السودان. اول ماتش لينا ماتش جامد في السودان هناك فلسه طالعين اهو لسه في المطار حالا. يلا بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. الماتش هيكون الساعه كام بتوقيت القاهره يا يوسف؟ الساعه 12 ونص. 12 ونص الصبح؟ هو ايه الماتش ولا الماتش؟ لا الماتش. لا الماتش لا والله يا كابتن كريم ما اعرفش مش عارف. اكيد بالليل عشان الحراره هناك عاليه شويه في السودان. اكيد بالليل مش عارف. قول لي احساسك بقى بعد هدف تليفونات بني سويف. يعني ما شاء الله بتنزل ميدو بينزلك الماتشات اللي فاتت وبيبقى ليك تاثير ايجابي وبتحرز اهداف وبتكسب الزمالك ماتشات صعبه، ولكن ماتش التليفونات ده ليه اكيد يعني حاجه خاصه بالنسبه ليوسف اوباما. كابتن طبعا دي حاجه كبيره قوي اللي كابتن ميدو يبقى يعني في الثقه اللي فيا انا ولاعب صغير لسه وكده. والحمد لله يعني كنت عند حسن الظن يعني نزلت واديت وربنا كرمني وجبت جول الحمد لله وكسبنا. انت عارف ان نادي الزمالك طلب تاجيل الماتش الجاي مع وادي دجله اللي كان المفروض يتلعب يوم السبت لغايه يوم الثلاث عشان تكون انت رجعت من السودان. حاجه كبيره والله شرف لاي حد اصلا لتاجيل النادي الزمالك عشان لاعب دي حاجه كبيره جدا. شرف ليا طبعا. قول لي قبل يعني وميدو وهو منزلك الماتش اللي فات ماتش التليفونات قال لك ايه يا يوسف؟ ميدو كابتن ميدو قال لي هتنزل نلعب بثلاثه بقى في روضه واي كره تجيلك حاول تخلص بقى عشان ماتش وكده يعني ان شاء الله هتجيبه وبتاع وكده وبيحفزني يعني زي كل مره. والحمد لله يعني عند كنت حسن الظن الحمد لله. اشمعنى وقفت في الحته دي جوه منطقه الجزاء يا يوسف؟ انا لقيت رجعت ورا عشان كله كان طالع وما كانش حد واقف معايا خالص فوقفت ورا خالص لوحدي قلت ممكن تيجي ممكن تعدي وربنا كرمك. الحمد لله. حسيت بايه بعد الهدف ده بقى؟ صراحة والله كابتن كريم غير طبيعية يعني توصف حاجة يعني شاب صغير وجديد جون ونادي الزمالك نادي كبير ولسه فيه يعني يبقى فيه أمل على الدوري دي حاجة كبيرة طبعا. طب أنا عايز أعرف إيه قصة أوباما دي؟ يعني أنت اسمك يوسف إبراهيم، إيه أوباما دي؟ أنا مش عارف يعني اتسميت لي أوباما. دي من زمان كنت متصعد أنا في تمرين كده مع كابتن فييرا وكنا بنلعب تقسيمة وكده راح كابتن أحمد سمير كابتن احمد سمير قال لي انت العب يا اوباما فمن ساعتها شبه بقى. اوباما يعني رئيس امريكا يعني؟ قال لي انت شبهه احمد سمير يعني اوباما قال لي اوباما ومن ساعتها بقى كله بقى بيقول لي اوباما ومشيت بقى اوباما. خلاص ماشي يا اوباما شد حيلك بقى مع المنتخب عايزين نتيجه كويسه وسلم لي على كابتن علاء ميهوب وكل اللعيبه. حاضر يا كابتن. الله يخليك. يوسف ابراهيم لاعب نادي الزمالك الشهير باوباما وبصراحه ولد مميز جدا والفتره الاخيره يعني ليه اهداف مؤثره رغم ان هو لسه صغير ولسه اول سنه يلعب مع نادي الزمالك. طيب هنكمل اخبارنا بسرعه. اتجاه في الاهلي للابقاء على اعضاء الجهاز المعاون في الموسم القادم اللي هو كابتن احمد ايوب وكابتن علي ماهر وكابتن طارق سليمان. في تفكير في النادي الاهلي ان السنه الجايه مع اي مدرب بقى هيجي سواء مصري او اجنبي في النادي الاهلي الجهاز ده يكمل معاه الفتره يعني في المواسم القادمه. اتمنى التوفيق لكابتن فتحي مبروك بصراحه هايل كابتن فتحي مبروك. الاهلي خد راحه النهارده وهيبدا استعداد للمحله من بكره ان شاء الله. نروح لاخبار الزمالك. الزمالك بيقرر الغاء تشكيل لجنه الكوره وانا يعني معاهم في القصه دي. انا شايف لجنه الكوره في نادي الزمالك دايما دورها مش مفعل او مش دورها يعني واضح. الزمالك بيطلب دعم اضافي من وزاره الشباب والرياضه عشان يستكمل منشات النادي والحصول على رخصه 6 اكتوبر. كابتن حماده انور خلاص خلص اجراءات سفر نادي الزمالك الى الكونغو. الفرقه هتسافر يوم الفجر الجمعه اللي هو مش بكره الجمعه اللي بعديها ان شاء الله اللي هو هيوافق يوم 16 هيسافروا فجر الجمعه الى اديس ابابا في اثيوبيا 4 ساعات وبعدين هيروحوا يقعدوا ترانزيت هناك ساعتين وبعدين هيطلعوا على العاصمة الكونغولية كينشاسا إن شاء الله هيأدوا تدريب خفيف وبعدين يوم السبت اللي هو اليوم اللي بعده هيكون عندهم التدريب الرئيسي على الملعب وبعدين يوم الحد إن شاء الله مباراة الزمالك وفيتا كلاب في بداية المشوار. والمهندس هاني زادة هو إن شاء الله مرشح بشكل كبير هو اللي هيكون رئيس بعثة نادي الزمالك في الكونغو إن شاء الله.
الزمالك بيحدد 400,000 دولار للتعاقد مع سانجاهور، واللاعب بيطلب 700,000 دولار، لاعب اللي وصل الاماراتي وكان بيلعب في نادي بنياسه قبل كده. انا اتفرجت على سانجاهور، لاعب كويس يعني، لاعب كويس ومهاجم كويس، بس يعني من وجهه نظري ما ينفعش في الزمالك. يعني سانجاهور ما ينفعش في نادي الزمالك، هو طويل جدا بيلعب بدماغه كويس قوي جوه ال 18، ولكن مش ده النوعيه اللي الزمالك عايزها من وجهه نظري. وكان يعني انا يعني هفضل قاعد طول حياتي زعلانه على عبد الله سيسيه، لاعب المهم جدا نادي الزمالك فرط فيه في المجالس السابقه. طيب النهارده كان في مباراه ما بين فريق الثاني في نادي الزمالك اللي هو الفريق الشباب اللي هو فريق الامل بيسمينه في نادي الزمالك، وفريق اسمه نهضة مصر، وانتهت المباراة 3-1 لصالح الزمالك، وكان موجود أحمد سمير، عرف السيد، إسلام عوض، دومينيك، أحمد جعفر، أحمد سمير فرج، قطة، حمادة طلبة، عمر إسماعيل يوسف، عبد الرحمن صلاح، أي أحمد أيمن منصور. يعني النهاردة اللعيبة اللي ما كانتش بتلعب الماتشات اللي فاتت موجودة النهاردة في المباراة الودية. الزمالك كسب 3-1، 3 أهداف عن طريق أحمد سمير وعرف السيد وأحمد جعفر. في عروض جايه كتير، خلي بالكم لمحمد ابراهيم الفتره اللي جايه، في عروض من المانيا وفي عروض من اسبانيا بالنسبه لمحمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك. في كلام يعني ان كابتن ايمن طاهر عقد جلسه مع عبد الواحد السيد، عشان انتوا عارفين عبد الواحد كان اعلن ان هو في نهايه الموسم الحالي خلاص هيعتزل وكده. انا شايف ان لسه بدري على عبد الواحد السيد، متالق السنه دي مع نادي الزمالك وعامل ماتشات كويسه جدا، فيشيل القصه دي من دماغه. عبد الواحد قادر يلعب لنادي الزمالك سنتين ثلاثة، وكابتن أيمن طاهر بصراحة مدرب حراس مرمى نادي الزمالك موصله الفورم عالية جدا. مصر تحتفظ بالمركز الـ 24 في تصنيف الفيفا، يعني مركز كويس قوي المنتخب مصر الـ 24. بدأنا نرجع تاني للمراكز المميزة في التصنيف، كنا فترة بعيدنا ورحنا للـ 60 وحاجة و 60، لكن بعد ماتش مصر والبوسنة والهرسك رحنا للمركز 24 في التصنيف الشهري، ويعتبر الأول عربيا. كابتن شوقي غريب بيبلغ المهندس فرج عامر باختيار 4 لاعبين من نادي سموحه للمنتخب في اتصال هاتفي. من وجهه نظري انا عارف 3 منهم، طارق حامد، او 4، انا عارف الـ4 هيبقى احمد سعيد اوكا، طارق حامد، ابراهيم عبد الخالق، واحمد حمودي. دول الـ4 اللي هيتم اختيارهم من نادي سموحه لمنتخب مصر. منتخب مصر عنده مباراه مع تشيلي يوم 30/5 الحالي، وبعدين يوم 4/6 مع جامايكا ان شاء الله. الاستاذ هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد بيقول في اجتماع للانديه في نهايه شهر مايو لسحب الثقه من اتحاد الكوره. منتخب الشباب زي ما احنا اتكلمنا كده، اوباما، يوسف اوباما هيتوجه في المطار دلوقتي ومسافر الى الخرطوم عشان مواجهه السودان. استياء في الجهاز الفني النادي الاسماعيلي بسبب تغيير موعد وملعب مباراه المنيا. المباراه هتتلعب يوم الاثنين القادم، المنيا والانتاج الحربي، المنيا والاسماعيلي ان شاء الله في ملعب الانتاج الحربي يوم الاثنين. ريكاردو بيبدي اعجابه بالناشئ كريم امام، ده لاعب مهاجم ومن فريق الناشئين في النادي، بيقول لاعب كويس جدا. بشير عبدول اللاعب الغاني، في اللاعب الغاني في نادي الاسماعيلي اجرى عمليه الغضروف، وكان لعب مباراه واحده مع النادي الاسماعيلي. اختيار المصري لتمثيل مصر في بطوله سيكافا بالسودان، دي في بطوله اللي هي شرق ووسط افريقيا، دي بيختاروا نادي من دول شرق ووسط افريقيا، فاختاروا النادي المصري هيلعب البطوله دي ان شاء الله. والبطوله هتبدا في السودان في الفتره من 20 مايو لغايه 4/6 4 يونيو القادم. نتمنى التوفيق للنادي المصري ان شاء الله. النادي المصري جاله خطاب رسمي من الاتحاد السوداني.